كانت الوثائق المتعلقة بالشأن العماني في دور الوثائق البرتغالية حديث الساحات العلمية والثقافية خلال العشرين سنة الماضية، وكان الحديث عنها يدور دائما حول ما يمكن أن تضيفه لمصادر التاريخ العماني فيما لو كشف عنها من سد لبعض الثغرات أو إضاءة لزوايا معتمة في تاريخنا، خاصة وأن الحقبة التي سبقت قيام الدولة اليعربية والتي تعني عمليا سنوات الاحتلال البرتغالي للساحل وهي تنوف على 120 سنة، فهذه الحقبة كانت غامضة وشبه مبهمة، وقلما تعرضت لها كتب التاريخ العماني خاصة فيما يتعلق بعملية الاحتلال نفسها ثم الاستعمار والبقاء في أمهات المدن الساحلية، بل إن الثورات وعمليات المقاومة التي واجه بها العمانيون الاحتلال البرتغالي قبل قيام الدولة اليعربية قلما كشفت عنها كتب التاريخ العماني أو الدراسات العربية إلا ما ندر من إشارات قليلة أوردتها مراجع غير عمانية، وإن نقل منها بعد ذلك باحثون عمانيون وعرب، إلى حد أن هذه الفجوات تصنع صورة خادعة بأن هذا الساحل سقط في قبضة البرتغاليين دون ما مقاومة تذكر. وبوسعنا اليوم أن نشعر بالاطمئنان ونحن نرى صدور الكتاب المعنون بالبرتغال في بحر عمان الدين والسياسة بحث في الوثائق، وهو عمل كبير في 16 مجلدا فاخرا اعتمدت على الجمع والتصوير والتصنيف، وضمت هذه المجلدات 1500 وثيقة برتغالية تتعلق بعمان، وقد عمل على تحقيقه وإعداد مادته كل من الدكتور عبد الرحمن السالمي والدكتور مايكل يانسن. من الضروري التأكيد هنا أن نشر هذه المجموعة بأصولها الوثائقية الآن وبترجمتها لاحقا مهم للغاية، وفي هذه المرحلة بالذات لعدة اعتبارات، منها أن الادعاءات التاريخية تتصاعد، كما أن أجيالنا العمانية الصاعدة عليها أن تعي أكثر من أي وقت مضى رحلة تشكل الوطن العماني المضنية، وما التحديات والأخطار التي أحدقت بعمان في مسيرة كفاح كان الإيمان بالله ثم بالوطن العماني في القلب منها، وأي جهود وبلاء قام به الأسلاف العمانيون ليبقوا الكينونة العمانية ثابتة ومحصنة بل وناشطة ورائدة، كما يأتي هذا العمل الوثائقي بعد سنوات من نأي أجيالنا الراهنة عن التاريخ، وهو أحد أهم محددات ومقومات الهوية، لنسترجع من جديد أحاديث مرت سنوات طوال منذ سمعناها آخر مرة، ولنكمل حلقات من تاريخنا لا يضير أن تكون بلسان غيرنا. ومن أجل وضع العمل في سياقه التاريخي يقدم المحققان الدكتور عبد الرحمن السالمي والدكتور مايكل يانسن مهادا تاريخيا مهما لهذه المجموعة الوثائقية الضخمة، يؤكدان من خلاله أن الأحداث التاريخية الفاصلة في القرن الرابع عشر الميلادي وبالأخص في النصف الثاني منه أدت إلى متغيرات جيوسياسية ألقت بظلالها على القرنين التاليين، ويسوق المحققان سببا رئيسيا يجعل من الاهتمام بالوثائق في هذه المرحلة أكثر أهمية، وهو إعادة النظر في الصور القديمة للوجود البرتغالي في بحر عمان، خاصة مع تعالي التساؤلات حول تأثير الدين في هذا الوجود، المسيحية من جهة والدين الإسلامي متمثلا في المدرسة الإباضية من جهة أخرى. ويسوغ لنا أن نقول هنا إن هذه الوثائق وما يضاف لها من شأنها فيما يتعلق بكتابة التاريخ العماني أن تعيد كتابة تاريخ تلك المرحلة بالكامل، خاصة الشق الأول منها ما بين نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلاديين، إذ لا تعطي المراجع التاريخية العمانية والعربية صورة واضحة عن تلك المرحلة باستثناء إشارات عابرة وغامضة بني بعضها على كتابات أوروبية، بل يمكن القول كما سبق بأن القارئ العربي والعماني لم يعرف شيئا ذا بال عن مواجهة طلائع الاستعمار البرتغالي في عمان ولا أعمال المقاومة له،
ولا الثورات التي قامت ضده إلا عندما ترجمت مذكرات البوكيرك ونشرت في العام 2000. أما الشق الثاني منها أي بداية القرن 17 إلى نهايته، وهي المرحلة التي قامت فيها الدولة اليعربية وبداية عملية التحرير ومطاردة النفوذ البرتغالي في الشرق الإفريقي وسواحل الهند الغربية. فعلى الرغم من أن المراجع التاريخية العمانية تحتفي بهذه المرحلة وتؤرخ لها بشكل جيد، إلا أنها بطبيعة الحال كتبت من وجهة نظر طرف واحد، وبقي أن نعرف كيف كان البرتغاليون ينظرون لتلك المرحلة من الصراع، وكيف تهاوى وجودهم تحت قوة الضربات العسكرية العمانية البرية والبحرية. والمراجع العمانية رغم تتبعها لتفاصيل الصراع في الربع الثاني من القرن 17 الميلادي وما بعده، إلا أن ثغرات بقيت فارغة وأسئلة ظلت معلقة في انتظار أن يفصح الكشف التاريخي عن شيء جديد بشأنها. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بوقعة بتة التي لا تذكر المراجع العمانية إلا اسم القائد العماني فيها محمد بن مسعود الصارمي وقصيدته حولها، ومعركة ديو البحرية مع البرتغاليين، وهما معركتان لا نعرف عنهما إلا أقل القليل. وكذلك بعض الرسائل المتبادلة مع البرتغاليين التي أوردتها المراجع العمانية. لذلك يمكن القول أننا إزاء مرحلة طويلة جدا من التاريخ تكاد تصل لقرنين من الزمان، وما يتوفر حولها من المادة الوثائقية كان قليلا وغير كاف لإعطاء صورة مكتملة أو شبه مكتملة عما كان يجري بين الساحلين العماني والهندي البرتغالي وصولا إلى ساحل إفريقيا الشرقية. ومن شأن هذه المجموعة الوثائقية الضخمة أن تساعد كثيرا في رسم ملامح تلك المرحلة. فتصفح سريع للمجموعة سوف يدلنا على ما لحركة القصص والرهبان من أهمية بالنسبة للبرتغاليين، واهتمام الوثائق بالحركة التجارية والمصالح المالية. وبذلك فإننا أمام مشروع متكامل يستهدف وضع المادة الوثائقية بأيدي الباحثين، مصورة ومصنفة أولا ثم مترجمة ثانيا وبأكثر من لغة. وعلى ذلك فإن هذا المشروع سيقدم خدمة نوعية شاملة عز نظيرها في كثير من مشاريعنا البحثية، ما يفتح الباب أمام أفق من الأعمال البحثية التي كنا نطمح أن يعكف عليها باحثونا ومؤرخونا.